تعالوا نتكلم في الـ Determinants أو المحددات. أدي التعريف بتاع المحدد، مش مشكلة خالص. طبعا دي حاجات أساسية في البحث، بس إحنا مش هنقف عندها كتير. نشوف الـ Determinant من الـ Second Degree وبرضو من الـ Third Degree، وخد بالك طبعا إن Number of Rows must be equal Number of Calls. كل دي أمثلة بسيطة جدا عشان بس نعرف ايه الدخلة. وانا دايما قلت لكم في ابحاثكم دايما ركزوا على ده بيور ماس، كل ده بيور ماس. اهي حل معادلتين بطريقة وحل ثلاث معادلات. ايوه هنا بقى الابليكيشن هو ده. جميل، هو ده الاكزامبل اللي انا عاوزه، ان احنا ازاي نكون معادلتين من سياق كلام المسألة كرامر، ثم ازاي نكون جميل ازاي نكون ثلاث معادلات نحلهم بطريقة كرامر. بس انا مش عاوز اكتر من كده. جميل، ازاي نجيب البي والكي.